إذا أخر هل يأثم أو لا يأثم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأظهر والعلم عندنا أنه لا يأثم لو أخر، لكن مع هذا عليه أن يبادر إلى الحج طالما أنه استطاع ذلك وتوفرت فيه شروط الوجوب: الإسلام، العقل، الحرية، البلوغ، الاستطاعة. اجتمعت هذه الشروط فليبادر الإنسان إلى حج بيت الله تبارك وتعالى.